انتصار؟ طبعا انتصارنا هو انتصار يعني ما حصلش على مدى قرون طويلة. ما فيش انتصار أعظم من انتصار أكتوبر بشهادة الأمريكان، بشهادة الإنجليز، بشهادة كل من صور الحرب الأصلية دي. حرب انتصرنا فيها بإمكانياتنا وبكفاءة الجندي المصري وبذكاء الجندي المصري مع أكبر معدات وأحدث معدات يعني كانت موجودة في وسط الأمريكان. لولا الأمريكان كنا احنا نقينا على حاجة منظمة اسمها حاجة اسمها إسرائيل. ده أقل كلمة نقولها انتصرنا. احنا مش انتصرنا بس، احنا فخورين بحرب أكتوبر وفخورين باللي خاضوا حرب أكتوبر، ولولاهم ما كناش احنا عشنا. طبعا انتصرنا فعلا. كفايه المراره اللي كانت جوانا من 67 ل 73 وخلاص انتهى. اول حاجه يعني احب اشكر الجيش المصري على الانجاز اللي عمله في 6 اكتوبر. كان حرب صعبه بس الحمد لله الجيش المصري عداها يعني وتفوق فيها على الجيش الاسرائيلي. اول كلمه اقولها للجيش المصري ربنا يحميه في المواقف اللي هو فيها وبيمر بيها دلوقتي، لان بيمر بمواقف صعبه ما بين الارهاب وما بين الضغوط الاجنبيه والمحاربه الشرسه اللي بنتحارب فيها، سواء احنا كشعب المصري بنتحارب محاربه اقتصاديه.